مصر فيها أوضاع غير مستقرة. لا هم شافوا بنفسهم ولمسوا وقعدوا هو في الفندق النهاردة ومبارح وبكرة وهيشوفوا حقيقة الأوضاع اللي عندنا في بلدنا، إن هي في عندنا إرهاب في بنواجهه لكن في مناطق محدودة جدا، وإحنا بنواجهه بمنتهى القوة وبمنتهى كل إجراءات اللي إحنا ابتديناها في المرحلة الأخيرة اللي حضراتكم عايشين معانا فيها دي. المؤتمر معني بثلاث قضايا رئيسية مهمة فعلا تهمنا وتهم دول جنوب وشمال المتوسط، اللي هو موضوع الإرهاب العابر لكل الحدود، وشايفين مصر من أول الدول اللي كانت بتقول لازم نتحد كعالم وكمنطقة في إن احنا نواجه هذه الظاهرة اللي بتأثر علينا وبتأثر على كل دول المنطقة وعلى العالم أجمع. والرئيس أول من نادى بإن العالم كله لازم يتحد في مواجهة هذه الظاهرة، وإن احنا نجفف منابع الإرهاب، وإن احنا نواجه الدول اللي بتدعم الإرهاب، ونواجه الإعلام اللي بيدعم الإرهاب. فده القضية الأولى. القضية الثانية بتاعت الهجرة غير الشرعية مرتبطة أيضا بالقضية الأولى وعدم الاستقرار في السياسي اللي في بعض مناطق الدول حوالينا اللي بتخلي الشباب أيضا مش بس الاستقرار السياسي والأوضاع الاقتصادية أيضا، الشباب اللي بيروح شمال المتوسط علشان يدور على فرصة عمل ويجد رزق في هذه الدول. النهاردة لما الشباب ده عنده فرص للتنمية وفرص للتعليم وفرص لريادة الأعمال وفرص إن هو يحد من انزلاقه في اتجاه منزلقات او يروح افكار متطرفة تاخده وتوديه في الاماكن اللي بتخليه يتطرف ويصل الى ان هو تجتذبه المنظمات الارهابية دي، ده محور تاني في المؤتمر. المحور التالت هو تمكين المرأة، وطبعا تمكين المرأة هم شافوا ازاي مصر من الدول اللي مهتمة جدا بهذه القضية، وازاي عندنا 15% من نواب البرلمان من السيدات او الاناث يعني، او كمان عندنا في الحكومة 6 وزيرات وعندنا محافظة وعندنا المرأة واخدة حقوقها الكاملة، وعندنا مجلس قومي للمرأة نشط وفعال. وارجو ان انتوا تسيبوني بقى عشان هم عاملين شغل. شكرا جزيلا.